بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سعد من صلى على النبي فإنه يعلو بها لأفضل الدرجات، صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد ما في الأرض من حصوات. بداية يا جماعة، أنا كنت بنرسم زمان وكده، بس طبعا في ناس قالوا لي يعني أعمل قناة وكده على اليوتيوب، فأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعني ربنا يوفقنا إن شاء الله، وطبعا دعم حضراتكم لينا إن شاء الله، يعني إيه بيكم نكبر إن شاء الله، ونكبر إيه يعني عندنا قناة كويسة بإذن الله. القناة اللي عاملها دي قناة متنوعة إن شاء الله، هنزل عليها شعر وننزل عليها رسم وكده يعني، فبإذن الله يعني محتاج منكم دعم إن شاء الله، تعملوا لنا لايك للفيديو وسبسكرايب واشتراك في القناة من فضلكم لو سمحتم، يعني تشجيعا لنا إن شاء الله نستمر. بداية يا جماعة، عشان الفيديو ما طولش، أنا عاوز يعني ناخد خطوات بسيطة كده، إن نتعرف نعرف يعني إيه رسم، يعني نرسم بحاجات بسيطة خالص. خلينا مثلا نبتدي على اول بالرسم بالقلم الرصاص. هيبقى معانا قلم رصاص طبعا فيه الوان، كل ما يعلى الرقم كل ما بتبقى اغمق شويه، يعني بي 8 اغمق، بي مثلا 4 اقل افتح شويه، بي 6 افتح، وهكذا يعني. يعني بي 8 اغمق، بي 6 اقل، بي 4 اقل، وهكذا. طبعا بنحتاج طبعا مثلا حاجه نسيح بيها الالوان، مثلا ممكن نجيب ورقه زي كده نلفها ونخليها ايه مدببة من قدام كده، بحيث نسيح بقى الألوان الحاجات الدقيقة. فرشة مثلا زي كده، فرشة ايه، ممكن البنات عندهم بتاعة المكياج والكلام دي، فرشة بحيث نسيح بها الايه اللون. تمام، هنبدأ بإذن الله. أنا حبيت يعني نعمل فيديو قصير عشان ما يبقاش طويل، الناس تتفرج عليه وتشوف كده. طبعا ايه بالنسبة للرسم، هنجيب مثلا حاجة دائرية كده نحطها، تمام، ونرسم عليه ايه البقبق بتاع العين. تمام، يبقى عملت كده، وبنجيب قلم ايه، قلم رصاص، وبنبدأ نعمل الايه محور العين نفسه الخارجي اللي هو الايه الجفن يعني. تمام، فانا هنبدأ نرسم محور العين. تمام، ومن هنا كذلك من تحت الجفن اللي تحت، هنرسم الجفن اللي تحت كده. تمام، وبعد كده هنبتدي بقى نظلل ونخش. طبعا النني او النقطة السوداء ديت بندي فيها، ما بنعملهاش دايرة كلها، عشان بندي مساحة للإضاءة او اللمعان اللي بيبقى في العين. تمام، اللمعان اللي في العين ده مهم جدا، عشان هو بيبدي ابعاد للعين، يعني انت بتشوف العين تحس ان هي حقيقية فعلا، زي مثلا ايه في رسمة انا رسمه قبل كده هنا برضه هو. تمام، الرسمة دي طبعا ايه، انا كنت رسمه من فتره، فهنا عندي هنا في اللمعان اللي هو الايه الحته الفاتحه دي، وهنا طبعا بندي فاتح، هنا افتح، وهنا اغمق، عشان ندي ايه نديك احساس ان العين بارزه يعني. وهنا كذلك بيدي فيه تظليل هنا. تمام، وهنا فالتظليل ده بيدي عمق للعين، وتحس ان الشيء ايه 3 دي او ثلاثي الابعاد يعني. طبعا ديت عين فيها دمعه، هنبقى برضه نبقى نوريكم ازاي نرسم الدمعه والكلام ديت ونظللها ونعرف ايه الخطوات بالظبط. تمام، انا ده رسم برضو هنا برضو نفس القصه، كنت رسم الرسم ديت برضو من فتره. عندي برضو هنا في برضو في العين هنا في لمعان اهوت باينه، تبالك وحضرتك. بالنسبه للتظليل بيبقى بسيط خالص، يعني انت بتدي على وراكم طبعا بالخطوات، بس بندي ايه خط كده وبنعمل تسيح للالوان عشان ندي الابعاد للرسم. تمام، هنخش بقى على رسمتنا ان شاء الله باذن الله. يعني هنبتدي نظلل الحاجات اللي هي انا مثلا عاوزها تبقى بارزه، فبندي هنا من في الاطراف بندي ايه بنغمق له شويه عشان هنسيح منها الايه الالوان. تمام، يعني ندي نشتغل كده طبعا، بنحاول نبقى ايه الفيديو سريع وقصير عشان ما يبقاش طويل، ونبتدي نسيح بالايه بالقلم بتاعنا كده. شوف انا مندي كده يعني ايه تسيح خفيف من الجناب كده، واحدة واحدة هتبص تلاقي ايه الرسمة بتبرز معاك. تمام،
هنعمل هنا بقى ايه، حرف ال حرف ال حرف النن، حرف الجيف اللي تحت تاني، وطبعا ايه اخر اخر العين من هنا، هندي رسمة من هنا، ندي مثلا ده نهاية الايه العين، تمام. والجفن اللي تحتاني هنعمل له حرف عشان نبرز، يعني ايه ندي احساس ان هو بارز، تمام كده يعني. طبعا لما بترسم انت يعني براحتك وكده، غير لما تبقى مقيد بوقت معين انت تدي رسم يعني دقيقة، لما تبقى انت براحتك وكده بترسم تبقى يعني الامور بسيطة وسهلة. بس انا طبعا بنرسم بسرعة عشان برضو قلت لحضراتكم ما تطولش ايه في الفيديو، تمام. طيب هندي انا بقى تظليل هنا، طبعا ده الجفن الايه العلوي، هنبتدي ندي تظليل خفيف وندي احساس ان في الشعيرات الدموية اللي في العين ظاهرة يعني، تمام. هندي ايه خطوط كده ايه خفيفة، وهندي ده برضو ايه يدي لها مسحة، تمام. كذلك برضو العين اللي هو البوبو نفسه يديله احساس ان فيه تعريجات كده، بحيث تدي إيحاء إن العين دائرية وفيها بروز، تمام. معلش يعني هنحاول نبقى سريع شوية عشان الفيديو، فمعلش يعني اعذروني. بالنسبة للإمكانيات يعني أي إمكانيات عندك يعني مش مشكلة، هتبقى بسيطة بس هتقدر تطلع بيها الرسم اللي أنت عاوزه. هنيجي بعد كده نعمل إيه الرمش، الرمش اللي فوق طبعا هندي أنا بعد، لأن الجفن اللي فوق فيه زي نظام تانية كده من فوق، فانا هنديله ايه بعد خفيف كده، ماشي. نبتدي برضو نسيحه بالالوان، تمام. نبتدي نرسم الرمش اللي فوق، هنيجي بقى من هنا كده ونبتدي نعمل ايه الرموش. الرموش طبعا هتبقى عملية طريقة عشوائية، ما تبقاش مثلا ان هي ايه منسقة او منمقة او كده يعني، تبقى نظام شو رسمة يعني ايه عشوائية كده، بحيث ان انت تدي ايه يحاول ان هي دي طبيعية مش رسمه كده يعني. تمام. وهنخلص برضو الرسم ان شاء الله، وندي لحضراتكم برضو ايه الصورة النهائية، بس طبعا انا كل هم ان الفيديو ما يبقاش طويل، ف يعني معلش انا ايه هنبقى سريع بحيث انا ما اطولش الفيديو برضه.
بالنسبة للرمش، الرمش اللي فوق الحواجب قصدي، انا اسف، الحواجب طبعا هنرسمها برضو بطريقة ايه، كأنها مثلا هذه انا دشار ايه متراكم على بعضه كده. تمام، ف الرمش انت يعني الحاجب قصدي، انا اسف، الحاجب ده يعني تدي ان هو شعر متراكم وماشي كده، لما تفضل انت ماشي سنة سنة كده هتدي ايه ان ده رمش، بس طبعا ايه بتكثف الشعرات كده فوق بعضها كده، تكثفها. طبعا يا جماعة معلش أنا قطعت الفيديو شوية، عشان طبعا رسمة زي دي هتاخد لها أنا مثلا تقريبا يعني نص ساعة أو ساعة إلا ربع، فهيبقى الفيديو طويل، فأنا حبيت برضو يعني نرسم شوية وندي مقتطفات، يعني نفصل شوية ونرسم شوية بحيث نوريكم برضو إيه الخطوات واحدة واحدة وإحنا ماشيين كده، لأن لو فضلت مشغل الكاميرا على طول يعني الفيديو هيطول يعني. فطبعا أنا اللي ده قلم جاف، فأنا بندي يعني الضوء او اللون الاساسي للرمش اللي هو الاسود الداكن يعني عشان يبرز معايا الرسم، وهنرجع لحضراتكم تاني ان شاء الله بعد قليل. طبعا يا جماعه معلش برضه انا كل شويه نفس الفيديو عشان برضه ما نطولش على حضراتكم، زي ما حضراتكم شايفين كده احنا ماشيين يعني خطوات اهوت واحده واحده كده، وان شاء الله باذن الله بعد ما تخلص خلاص هنوريها لكم، بس انا ما نحاولش نشغل الفيديو باستمرار يعني، فشويه كده. وطبعا اهم حاجه في الرسم ان انت تشتغل يعني بالراحه، وعلى فكره الرسم يعني بالتعود، كل ما تتعود ان انت ترسم تلاقي نفسك تتحسن اكتر. يعني هي مش لازم يعني حته الموهبه، لازم يكون الانسان يكون في موهبه، ماشي نسبة موهبة مش، بس برضو مع الاستمرار تقدر ايه ان شاء الله ترسم وتبقى عندك حس فني في الرسم كده. وبعدين على فكرة الرسم بيطلع الطاقة السلبية من الجسم، يعني انت بتحس انت بتفرغ طاقة سلبية كده من جسمك وانت بترسم. فبرضو ان شاء الله بإذن الله يعني هنرجع لحضراتكم تاني فصل ونعود ان شاء الله. يعني يا جماعة ايه بين برضو بنوقف الفيديو شوية ونشتغل شوية عشان برضو ايه ننزل. طبعا اللي انا بنعمله ده عملية ايه التظليل، عشان نبرز الاماكن اللي هي نبين الملامح بتاعة الوجه نفسه حوالي العين. بتغمق انت في اماكن معينة زي كده، مثلا بتغمق هنا وبتغمق هنا كده، وبتفتح فين عشان يدي بروز، بتفتح فين في العالي هنا وهنا. تمام، طبعا دول يعتبر زي ظل او خيال الشعر في علم العين عشان يديك حنين انها بتلمع يعني. تمام، وشوية برضه هنجرح لحضراتكم تاني. نرسم بقى ايه، نيجي هنا ايه عشان نرسم دمعة، يعني يعتبر ايه خلينا نعمل كده مثلا نرسم ايه ده زي ما شفتوا كده. طبعا ايه بندي بنغمق في مكان ونفتح في مكان عشان يدي حاجة بالبروز، يعني الشيء ده بارز وواضح وتاني دي يعني كأنها دمعة. أتمنى من حضراتكم ان الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله بإذن الله بدعمكم نستمر ويبقى فيه المزيد ان شاء الله بإذن الله. ولو في اي حاجة سيبوها لي في التعليقات، وشكرا لكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.